مسجد بدر، المسجد اللي استفاد من نافورة ومن خزان. كثر خير أهل الخير المحسنين، وقناة تفعلوا الشروق، برنامجه فعلوا الخير، كان عندهم مساهمة كبيرة في بلدية عين طويلة ومعظم مناطق الظل هنا عندنا. استفدنا من خلالهم من 8 مشاريع، خزانات وتهيئة. الحمد لله تم تدشين 6 مشاريع، ما زالوا زوز رام في طور الإنجاز. قد ما نشكره وقد ما نوصفه ما نقدروش نوصفه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا من فضل الله وفضل المحسنين. احنا كأعضاء جمعية أيادي الخير عندنا آلاف الطلبات، يعني شافوا المشاريع وشافوا الإنجازات وعجبهم الحال، وأكيد شيء يفرح ويستفادوا منه الناس. نتمنى ما تكونش آخر المبادرات. بارك الله فيكم ويرحم والديكم كل المحسنين، وربي يجازيكم كل الخير. إنجاز يعني العمل من تصميمي، والإنجاز من الأخ صالح علوان، يعني حتى هو اللي قام بمجهود جبار، مشكور كذلك. ومعنا الأخ ثاني فهيم، حتى هو كان عنده لمسة في هذا. و يعني الشيء المميز في هذا العمل نتاعكم أنه تدمجوا الفن مع المشاريع نتاعكم، وإن شاء الله تستمر هذا الخطوات.